بركة وحي الله وبركة الاعتماد على الله وبركة الصلة بالله عز وجل. السيدة هاجر سألت سؤالا في وقت وزمن وظروف قد لا يستوعب الإنسان أن يسأل، وقد لا يستطيع الإنسان أن يتساءل، لكنه كما قلنا وحي وإلهام. قالت له: الله أمرك بذلك؟ سؤال حضرتك يعني يهد جبالا. الله يقول لها: الله أمرني بذلك. فتقول: إذا لن يضيعنا. تنطلق هي، هناك ثقة، ثقة مطلقة في الله عز وجل، رغم أنها بواد غير ذي زرع كما قال سيدنا إبراهيم في دعوته، إلا أنها لا زال في قلبها الإيمان والثقة في أن الله تبارك وتعالى لن يضيعها وولدها أبدا. فأخذت تسعى، أخذت تسعى بين الصفا والمروة، علها تجد إنسانا يعينها، علها تجد مخرجا، علها علها إلى آخر. فكانت يعني حضرتك والسادة الأفاضل المتابعين والمشاهدين نتصور ستنا سيدة هاجر وهي في لهفة على ماء أو طعام، وفي لهفة على مؤنس على إنسان، في لهفة على مخرج، ثم هي من الصفا إلى المروة. لما حجينا بالشيء شو يذكر، والله يعني انتابني حالة صعبة جدا. ازاي ستنا السيدة هاجر عليه السلام كانت من هذا المكان إلى هذا المكان، وإحنا حوالينا آلاف مؤلفة وأنوار وإضاءة، وما شاء الله المسعى مجهز ومعد على أعلى ما يكون. ما بالك يا سيدتنا يا هاجر الخير، كيف كان حالها، وكيف كان قلبها، وكيف كان دعاؤها، كيف كانت دموعها، كيف كانت مشاعرها، كيف كيف كيف. لقد نقلت الدنيا كلها في كلمة: إذا لا يضيعنا. فسعت، ومن هذا المنطلق يسعى الإنسان. هنا سؤال يا شيخ محمد. نعم. هي ليه سعت؟ ما هي عارفة بيقين مثلا إن أنا ربنا لن يضيعنا، ما قعدتش ليه؟ نحن على يقين أن الرزق بيد الله، لكن الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قبل ما تأكل امشي في مناكب الأرض. فالسعي هنا سبب، سبب. لو كان الأمر كذلك نحن نثق أن الرزق بيد الله، وأن الله هو الرزاق الكريم، ولن يخلق الله كائنا ما كان، إنسان، حيوان، آسف أعزكم الله، طائر، حتى الحشرات، حتى كل الكائنات لها رزقها، لكن الكل يسعى، لابد من السعي. فهي تضرب لنا مثلا وتعطينا نموذجا حيا مع الثقة ومع الإيمان ومع التصديق، ومع أنها تعلم أنها زوجة نبي من الأنبياء، ورزقت بمولود من هذا النبي العظيم، إلا أنها سعت وأخذت بالأسباب مع التسليم واليقين. نأخذه بالأسباب. ليه بقت القصة دي تحولت لرمز عايش معانا آلاف السنين وبقى نسك من مناسك الحج والعبادة؟ الحكمة من الوحي، حكمة من هذا الإلهام. الشيء بالشيء أذكر في الحديث الصحيح عن الأضاحي، قال الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. وسيدنا إبراهيم لنا به صلة قوية، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فلينا سيدنا إبراهيم أبونا، لنا صلة قوية به، وجد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن تكون قصصهم، وأن يكون قصصهم، وأن تكون تحركاتهم نموذجا لنا، فارتبطنا بها في الحج، ارتبطنا سعيا. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك سعي الناس، يعني اللي سعيته السيدة هاجر ده سعي لمن أراد الحج. فكلما سعينا بين الصفا ورجعنا إلى الإيه، بدأنا من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا سبعة أشواط، كانت هذه المرأة الصالحة نموذجا تأخذ هذا الثواب في ثوابها وميزان حسناتها إلى أن تقوم الساعة.
هو رمز، رمز من الرموز القوية جدا ان احنا نتذكره طول الوقت، ان لازم بنسعى. ده سيدتنا السيدة هاجر حكاية لا يسع المقام في لقاء ولا لقاءين ولا أسابيع، مجلدات.